وبهذه الفترة يعني كان في الشيء المتداول، مع أنه العالم كله كان تحت الحكم الروماني، ولكن كانت اللغات الدارجة هي اللغة اليونانية، تعتبر اللغة الرسمية أو القانونية، واللغة العبرية القديمة، وكمان اللغة الأرامية. إذا ممكن تحكي لنا شوي عن هذه اللغات قبل ما نفوت بعلم الآثار. طيب، أنا بمعونة الرب في عندي الصورة السادسة قدامكم، يمكن قدام المشاهد تكون إسا حاطط فيها بعض اللغات اللي كانت دارجة، مثل اللغة اليونانية، في الوسط في اللغة السريانية، برضو حطينا الأبجدية العبرية والعبرية العربية والعبرية على الشمال. يعني خلينا نقول بشكل أساسي، ما بعد ختم العهد القديم كان في دخول الإسكندر المقدوني لبلادنا، الحضارة الهيلينية، وتطورت من خلالها نوع مبسط من اللغة اليونانية اللي هي بنسميها الكويني، وهي درجة إن يعني صار يكتب فيها، مثل الكتابة الأولى الواضحة الكبيرة اللي هي الترجمة السبعينية، ترجمة الكتاب المقدس للغة اليونانية، بسبب الحاجة عدم معرفة أو تمكن اليهود من لغتهم الأصلية العبرية الكتابية العبرية الكتاب المقدس، اضطروا يترجموا الكتاب للغة اليونانية الشعبية. وهيك كمان كتابات أخرى كانت يعني موجودة في هاي الفترة، كمان شوي بنحكي عنها، برضو باللغة الأرامية السريانة. أنا حاطط برضو في هاي القائمة كمان فيها يعني تطور للغة اليونانية على جهة اليمين، وهذا بفرجي بشكل أساسي يعني إنه اللغة نفسها تطورت حتى وصلت لنا. وفي الوسط وين مكتوب سيرياك في الإنجليزي، طبعاً هاي الخط السرياني اللي بنسميه السرياني اليعقوبي، وبهذا كان يكتب في الكتابات أو أكثر الكتابات، طبعاً في الإستانجيلي وكتابات تانية، خطوط تانية لنفس اللغة، تطور اللغة. وفي العرض اللي بعده حاطط اليوناني والعبري بأنواعها المختلفة، تطور الحروف العبري والآرامي عندهم 22 حرف في أبجديتهم، في اليوناني كان 27 لكن وصل 24 في فترة العهد الجديد. وطبعا يعني بنلاحظ في أرقام كمان هون في هاي الشريحة السابعة، وهي الأرقام هي القيمة العددية، فكانت هاي اللغات في لها قيمة عددية للحروف، وعلى أساسها الحروف يعني يحسبوا أعداد على حسب الحروف، وإحنا طبعاً بنعرفها برضو في اللغة العربية، موجودة في الشعر وفي أمور مختلفة من لها. فبالأساس هدول الثلاث لغات، عبري، أرامي، ويوناني، في هاي الفترة اللي بدنا نتطرق لها ابتداء من بداية العهد الجديد.